ارتفعت حصيلة هجوم لمقاتلي جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا إلى 65 قتيلا وفق ما أفادت به مصادر محلية. وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى على أثر الهجوم الذي استهدف جنازة في قرية بولاية مايدوغوري. وأسفرت هجمات المتطرفين المستمرة في شمال شرق نيجيريا منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين. أثناء الدفن هاجموهم في المقبرة، لقد قتلوا على الفور 21 شخص. في وقت لاحق عندما سمع الناس البخون عن ذلك ذهبوا وراءهم، قتلهم الجهاديون، وبذلك يصل المجموع إلى 65 قتيلا.